طيب ما هي المدد المحددة لرفع الطعن أو الاعتراض وكيف يتم الفصل فيها؟ المدد طبعا في مادة 48 تكلمت عليه مدة يعني تكلمت على 72 ساعة لرفع الطعن و72 ساعة للفصل، هذه خاصة بالمرشحين. تمام، ما المقصود هنا في ضمن القوائم ضمن الأوراق اللي لاحظتها، ما المقصود بالموطن المختار المرشح خاصة في الانتخابات الرئاسية؟ طبعا انت عارف ان ليبيا دائرة واحدة في الانتخابات الرئاسية، فالمرشح هو ليبيا كلها موطن ليه، يعني موطن واحد به، فالمفوضية اصلا مشت في يعني للمرشح لما يقدم اجراءات الترشح بتاعه هيقدم تسع مواطن مختارة ليه، يعني الموطن المختار يعني مش معناها محل اقامته فقط، لا يعني مش محل يعني نص مادة 5 من اللائحة التنفيذية للطعون تتكلم عليه محل إقامة المطعون ضده، محل إقامة المطعون ضده وموطن المختار، تتكلم على موطن المختار مطعون ضده، يعني مش إن المطعون ضده المرشح مقيم في مصراته أنا مش نطعن عليه في مصراته، لا يعني يمكن تطعني فيه في وانت في اي مكان في ليبيا، في اي مكان في ليبيا دائرة واحدة بالضبط، من اي مكان في ليبيا امام التسع. ليش اساسا هو مقدم تسع موطن مختار ليه في ليبيا؟ عفوا مقدم شنو تسع شنو؟ يعني هو في جرعات الترشح بتاع مقدم تسع اماكن يعلن فيها وتنعقد الخصومه، الموطن المختار ليه بالضبط، وكان اختار مكان واحد فقط. لا هذه لا اجباري، انا تو يعني كنت متواصل مع الزملاء اجباري، يعني لو في اي مرشح مش مكمل لازم يقدم تسع حاله، انه هو مختارهم مش مواطن تسع المختار اختار، يعني هو كيف هو كيف بيعلن كيف تنعقد الخصومه، يعني تعرف القاضي مش حينظر الطعن لين تنعقد الخصومه عن انعقاد صحيح واعلان ويتاكد من الاعلان صحيح، يعني انت مرشح او اي دي مصلحه موجود في غريان وبيطعن على مرشح موجود في سبها او في بنغازي او نعم. العكس بالعكس او موجود في بنغازي بيطعن على مرشح في مصر كيف بيعلنه، يعني فضروري على المرشح انه يقدم طيب او يستكمل. ما زال سؤال محدد استاذ آلاء، في حال مرشح للرئاسه قبل ملفه مبدئيه هو لم يختار موطن مختار زي ما نهتي تسعه الاماكن اختار مكان واحد فقط، هل الاجراء هذا قانوني ام لا؟ لا هو المفوضيه اصلا تتواصل معه باش يكمل اجراءات اجراء من الاجراءات فلازم يكملها. تمام إيه؟ سؤالي واضح وصريح إيه؟ اذا اختار موطن واحد فقط إيه؟ ما الذي سوف يحدث؟ سوف اللي هو حيربك، لا ما بيش نقول يسبق يسقط، لان الموضوع الاسقاط والاستبعاد هذا فحص وقرارات جماعيه، يعني ما طيب ما إيه؟ هذه واحده من الشروط اللي وضعتها المفوضيه ان يختار تسع مواطن مختاره إيه؟ ومثلا اختار موطن واحد ولا موطنين؟ لا 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 اعتقد انه في مرشح ما يكملش الاجراء هذا، لا انا يعني لليوم هو زال يعني ممكن فوضية بالضبط، لكن هذه مصلحته هو مش مصلحة المفوضية لا هذه مصلحة المرشح مش مصلحة اي مفوضية، انه هو يقدم في التسع اماكن هذه مصلحته، هو كيف بيعلن بالطعن وكيف يدافع على نفسه في الدوائر التسع، وخاصة انه هو راهو مش شرط ان يعني لازم نمشي لازم اللي في بنغازي باش يطعن على طرابلس يجي يطعن عليه في طرابلس، ممكن يطعن عليه في بنغازي وحيعلن في بنغازي لما حدد الموطن المختار بتاعه في بنغازي عن طريق المكان اللي حدده في بنغازي، فهذه يعني تخدم المحكمة التي سوف تنظر في الطعن وين ما يقدم اول مواطن يقدم طعن راح تنظر فيه المحكمة في الدائرة اللي فيها هو، هيك فهمت منك بك. اول محكمة يرفع عليها الطعن في يرفع قدامها الطعن ايوه هي اللي بتفصل، لكن نبي نأكد ضروري يعني لازم ان الطعن يكون على المرشح نفسه وفي نفس الموضوع. كيف مثلا اعطيني امثله؟ يعني نفس محل نفس يعني خلينا نقول الطعن خاص بالجنسيه مثلا ارتفع امام محكمه استئناف بنغازي وارتفع امام محكمه استئناف طرابلس وارتفع امام محكمه استئناف مصراته وجنسيه وعلى مرشح واحد الملح. طيب في مرات اللي يطعن في كذا وعلى نطعن جنسيه هذاك يطعن في لا هذا اموال هذاك يطعن في لا اختلفت لا اختلفت لا انا اتكلم على نفس الموضوع. تمام بالضبط تفادي لتناقض الاحكام، وطبعا هذا مش اللائحه في حال وجود تناقض الاحكام ما فيش تناقض احكام في حال وجود عفوا تناقض الطعون مثلا واحد طعن على لا هذا موضوع مختلف هذا موضوع مختلف هنا ما فيش تناقض احكام هذا موضوع مختلف يعني موضوع مرشح عنده اكثر من طعن على جنسيه وعلى طعن ثاني خاص باي شرط من شروط هذا مختلف في الطعون كلها في نفس لا هذا موضوع مختلف انا نتكلم على نفس الموضوع نفس محل الدعوه نتكلم على موضوع غير عده مواضيع في نفس الوقت شخص مرشح رئاسه جاته عده طعون في عده مواضيع مختلفه لا
هترفع امام الطعون امام المحاكم اللي ارتفعت قدامها الطعون. نفس الشيء بالضبط. ايه لكن نتكلم ايه لكن نتكلم على نفس المحل، ما فيش زوج محاكم او ثلاث محاكم هتنظر في نفس المحل وحتصدر احكام مختلفه وحتصدر يعني هذا طبعا ما ضبطتش لائحه الطعون او القانون بتاع قانون انتخابات الرئيس، لا ولا المفوضيه ولا المحاكم، هذه نصوص هذه مواضيع تخضع لقانون المرافعات لنص مادة 76 77 هي ضم الملفات ورفع الطعن امام عده محاكم نفس الدرجه. نعم بالضبط. هي صنفتها وحددتين على يعني 9 درجة أولى وثلاثة درجة ثانية. طيب من يقدم هذه الطعون؟ يا ريت تشريحنا أكثر. طبعا هو المشرع حدد من يقدم هذه الطعون. نعم. المشرع حدد من يقدم هذه الطعون، يقدمها دي مصلحة اللي هو ناخب مقيد في سجن الناخبين. فاللائحة حددت. ما سمعتك شو والله ما سمعتك. اللائحة الدوشة اللي موجودة والله ما سمعتك، ما عادش نسمع في شيء. هي اللائحة حددت. من يقدم هذه الطعون؟ اللائحة حددت هذه الطعون. من يعني من هم اللي يقدموا هذه الطعون؟ يقدمها دي مصلحة مقيد في سجل الناخبين، يعني ناخب. يعني ناخب أو مرشح. عنده بطاقة باش يقدم طعون. بالضبط. أوكي. وعنده مصلحة في رفع الطعن، طبعًا تقدير المصلحة حيخضع، تقدير المصلحة حيخضع لتقدير القاضي، إن في مصلحة حقيقية جدية من رفع الطعن أو لا، هذه مسألة تتعلق يعني يقدرها القاضي. شو المقصود هنا بتقدير المصلحة يعني؟ يعني فيه مصلحة مرجوة من تقديم الطعن يعني بكل تأكيد أستاذ علاء في مصلحة، مثلا إذا أنا طعنت في شخص مثلا مرشح في مرشح فهذا يعني المصلحة إنها بالضبط نثبت إن هذا مثلا أوراق غير سليمة بالضبط هذه مصلحة يعني لا يعني مرشح مثلا مرشح في خلينا نقول طعن في نتائج، فمرشح لما بيقدم مرشح في مرشح أوكي هذا ناخب ومرشح في مرشح، هذه أول نقطة. النقطة الثانية هل عنده يعني لو التغبت مثلا نتائج او اثبت تزوير نتائج هذا المرشح ممكن يولي رئيس او لا؟ هنا يحدد القاضي اوكي فعلا في عنده مصلحه، يعني لو التغبت نتائج هذا المرشح حياخذ مكانه حيستفيد من هذه الاصوات، فهذه هذا المقصود بالمصلحه المرجوه من رفع الطعن. ومده يعني اصدار الحكم او في هذه الطعون حيكون بعد 12 يوم صح؟ طبعا 12 يوم اللي هي اول شيء 72 ساعه و72 ساعه في المرشحين، طبعا المشرع مشي في الساعات بالنسبة للمرشحين مشابه للأيام بالنسبة للإجراءات الاقتراع والنتائج اللي الوضع مختلف، يعني أنت عارف لما يقول المشرع خلال 72 ساعة معناها الساعة التالية لرفع الطعن تحسب من 72 ساعة، لكن بالأيام اللي هو اليوم التالي اللي هو حصول الواقعة، فالوضع مختلف بين الساعات والأيام، فمرة هو يقول أيام مرة يقول ساعات. يعني مش خلال 12 يوم ممكن؟ لا هي 12 يوم جت جد يعني المدة النهائية بالضبط، يعني احنا نقول مواضيع ترتيبية بس الاصدار الحكم في الطعون حيبت بسرعة يعني خلال ممكن يومين ثلاثة يوم مرات يرفع الطعن في اليوم الأول مثلا يعني قبل ما يتم 72 ساعة ويفصل القاضي، يعني مرات ما يفصلش في خلال 72 ساعة يعني مش حياخذ 6 أيام مثلا هي 72 ساعة رفع و 72 ساعة فصل، لا مرات يفصل اليوم الأول أو اليوم الثاني. القاضي ما فصلش خلال هذا ال 12 يوم؟ لا مواعيد حتمية مش تنظيمية. شفت أسئلة بسيطة فلازم لا ممكن لا رفع الطعن رفع الطعن حتمي في المواعيد، الفصل فيها حتمي مش تنظيمي. حتمي كويس بالضبط، يعني مواضيع زي القضايا الثانية يعني لا بالضبط هذه مواعيد لها طبع استعجالي، عملية انتخابية طبع استعجالي، فمواعيد فيها حتمية، يعني لو ما اتخذش الإجراء خلال الأيام اللي حددها المشرع في القانون واللائحة يسقط حق الطعن ويسقط بالضبط. طيب انت نوهت استاذه آلاء قبل شوي على المراحل التي يتم تقديم الطعون بشانها، الصغار كان في شويه صوت يا ريت ترجع تعودينا ما هي المراحل التي يتم تقديم الطعون بشانها؟ المراحل اللي هي مرحلة حدد المشرع في نص مادة 48 من القانون حدد مرحلة تسجيل المرشحين على القوائم الأولية للمرشحين، إجراءات المفوضية بشكل عام اللي هي اللوائح وإجراءاتها التنظيمية والتنفيذية، الاقتراع والعد والفرز والنتائج. النتائج وطبعا نركز المشرع على النتائج المؤثرة في العملية الانتخابية. طيب سؤالي قبل الأخير أستاذة آية ألا، ما هي مصير هذه الأحكام الصادرة عن المحاكم وهل تعتبر هذه الأحكام نهائية أم لا؟ لا باتة مش نهائية. ما معنى باتة؟ معناها مش قابلة للاستئناف. لا باتة معناها مش حتخضع حتى لإعادة لالتماس النظر، إعادة التماس النظر.
شو تفرق بين كلمة باتة ونهائية؟ نهائية قد يلتمس، يعني فرق بين نهائية وباتة، يعني الباتة مش حيكون خلاص فيها كلام بكل بالضبط. نهائية قد تخضع لالتماسات النظر، لكن الباتة معناها لا تخضع لالتماسات. لما يصدر الحكم خلاص. طيب كلمة توا بشكل هيك عام أستاذة آلاء على الحملات المرشح الانتخابية.